السلام عليكم، ما هو طول السيخ أو البار التي نتركها في العمود لكي نقوم بوصله مع العمود الذي يأتي بعده في الطابق الموالي؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم، لذا أتمنى أن تبقوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة وتشتركوا معنا إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدوا فيها فيديوهات إذا بكل بساطة لو نذهب إلى الـ RPA أو الكود الجزائري ونذهب إلى هذه الفقرة، سنجد هذه الفقرة مكتوبة بالفرنسية والتي سنتحدث مباشرة عن معناها بالعربية. تقول لك هذه الفقرة أنه الحد الأدنى للقطر الذي نقوم بتسليح العمود به، القطر العمودي، هو 12 مليمتر، يعني لا يجب أن نقوم بتسليح العمود بقطر أصغر من 12 مليمتر. والحد الأدنى لطول التدخلات أو لوركوفرومو هو 40 سنتيمتر ضرب قطر العمود في المنطقة الزلزالية الأولى والثانية. طبعا المناطق الزلزالية الأولى والثانية والثالثة كنا قد تحدثنا عنهم في حلقة سابقة عن تقسيم المناطق الزلزالية في الجزائر. وإذا كان لدينا مثلا في المنطقة الزلزالية 2 بي و3، سنقوم بضرب قطر حديد التسليح في 50. مثلا لدينا قطر 14، نضع 14 في 50. مثلا في هذا المخطط الذي تشاهدونه هنا في هذا المقطع الطولي للعمود الذي تسليحه 8 أسياخ 14، يعني مثل الذي نشاهده في الواقع. وهنا في المستوى ناقص 2.89 ستجدون هنا RUC 70 سنتيمتر، يعني لو ريكوفرومو أو البار التي تأتي هنا في هذه النقطتين هي نفس البار أو السيخ الذي قمنا بتصويره قبل قليل، يعني نتركها 70 سنتيمتر. ولو نصعد أيضا إلى العمود الجهة الأخرى سنجد 70 سنتيمتر أيضا، وهكذا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسون صالح دعائكم والاشتراك في القناة واللايك في هذا الفيديو، والسلام عليكم.